في الوعي الجمعي والذاكره الجمعيه للمصريين كده دايما بترتبط احداث باغاني معينه لدرجه انها ممكن تتحول لنوع من الهزيج الشعبي. يعني في عيد الام ست الحبايب فايزه احمد، في ليله العيد يا ليله العيد انستينا ام كلثوم. تقريبا برضو ما فيش مناسبه سعيده لطالب او خريج الا وعلى طول تلاقي اول حاجه تشتغل الاغنيه الاشهر وحياه قلبي وافراحه عبد الحليم حافظ، طبعا كلمات فتحي اوره والحان منير مراد، ويمكن ده يفسر حاله البهجه اللي بتبقى في الاغنيه. منير مراد ملحن كبير، بتلاقي الكل بيرددها طبعا مع الناجحين وحياه قلبي وافراحه، وهنا في النساوي صباحه وما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاح، ده ما فيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاح. جايين النهارده نقول طبعا الف 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 مبروك لاولادنا واخواتنا المتفوقين في الثانويه العامه اللي صورهم نورت صفحات مواقع التواصل والجرايد، واللي بنشوفها دلوقتي مع حضراتكم صور الناجحين الاوائل باسمائهم في الثانويه العامه. طبعا الف مبروك لكل متفوق تعب وساهر الليالي عشان يفرح اهله بتفوقه، اهم طبعا اوائل الثانويه العامه 2021، فريده وجنى وساره والاء ودينيسيا وليديا ورنا وشاول ومحمود وتسنيم ورهام. طبعا الف مبروك ليهم جميعا، ولاد وبنات وصلوا الليل بالنهار اهو، كمان عشان محدش يزعل نكمل الاسماء، وعهد واحمد ومحمود وعبد الرحيم وعمر ومحمد واحمد واحمد، احمدات كتير ما شاء الله. الف مبروك ليكم جميعا، وطبعا من جد وجد ومن زرع حصد، وهي دي الحاجات اللي بتبقى مكتوبه دايما على سور المدارس والناس كلها عارفاها. دول تانيين برضو دي العلمي بقى اللي هو المعلوم. فاطمه وايمان وضحى عبد الرحمن ومصطفى واحمد وايه وخديجه ورحمه وسحر مايكل محمد محمد وياسمين. مبروك يا جماعه، مبروك ليكم، مبروك لاهاليكم طبعا اللي تعبوا معاكم وسهروا وانفقوا وصرفوا على يعني دم قلبهم، ومش بس دم قلبهم فلوس، ده دم قلبهم كمان قلق وتوتر وسهر، ويعني عشان يراعوا وعشان يشجعوا وعشان يشدوا من أزر أولادهم وعشان يزرعوا الثقة جواهم لحد ما نجحوا الحمد لله وعبروا أهم سنة في حياة أي طالب. بنجدد المباركات والتهاني وبنقول ألف مبروك لكل أب اشتغل وتعب وجي على نفسه عشان يوفر لأولاده تمن درس محتاجينه أو كتب خارجية يشتروها، وكانت الفرحة النهاردة مش سايعاهم. خلونا كده نشوف أحد هؤلاء الأبهات، وهو الإعلامي ناصر زيدان، وهو بيزغرت فرحا بنجاح بنته في الثانوية العامة. يا جماعة لميس بنتي نجحت الحمد لله. أخيرا الحمد لله لميس بنتي نجحت في الثانوية العامة، أصعب سنة ثانوية عامة، حسبي الله ونعم الوكيل في الوزير والوزارة، الحمد لله البنت نجحت. وانا معرفش برضو هي ليه اصعب سنه، هي عموما اصعب سنه يعني مبدئيا كده الثانويه العامه هي عنق الزجاج. ليه ما تفهمش؟ لا وبالذات السنه دي الدفعه دي يعني المره دي صعبه يعني عشان التابلت والحكايه بتاعه التجارب الفئران اللي حصلت للاولاد، بس هي في الغالب يعني هو على فكره وفي كل حته ما ينفعش الثانويه تبقى سنه عاديه جدا. أيوة. يعني سنه بتنتقل منها للجامعه مش زي بيت الرعب اللي بيحصل في مصر ده حقيقي. دي حاجه مصنوعه يعني، دي حاله مصنوعه. انا بفتكر والله لما كنت الثانويه العامه كنت ابقى ليله الامتحان ده قاعد وخايف وهعيط حاجه توتر فيه. ايه يا جماعه الحقيقه بقى انه مهما كان مجموعكم فانتم ابطال، انتوا قدرتوا تتغلبوا على عقبات كتير وعلى ظروف غير طبيعيه من كورونا وتعليم اونلاين وقرارات متخبطه للوزير خلى دفعتكم حقل تجارب حرفيا بيتجرب فيها، ودفعتم ثمن التخبط ده من اعصابكم، وان شاء الله بتفوقكم وبعلمكم وبجهدكم وباخلاقكم تكونوا فخر لبلدكم ولاهاليكم.